الانترنت راه ملي كنت تطلقوا خياو ديالي ديالي ما عبد الله شفنا بعض المهمين نوريك كنتهم في هذا. الاستاذ محمد حميمون رئيس الجمعيه الحسنيه للصم والبكم بالمحمديه. يعني في اي اطار اليوم لقاء بدار شباب ابن خلدون بالمحمديه؟ اليوم عندنا واحد النشاط اللي هو جاء في حلقه سادسه من برنامج اللي تديروا الجامعه الملكيه المغربيه لرياده الاشخاص المعاقين في اطار واحد المشروع اللي دايره مع وزاره التنميه والمراه والاسره. جات الدور ديال المدينه المحمديه اليوم اللي تتمثلها الجمعيه الحسنيه للصم والبكم. درنا هذا النشاط هذا بتنسيق مع الجامعه الملكيه المغربيه لرياده الاشخاص المعاقين. تنحسوا هي ندوه تحسيسيه حول اهميه الرياضه بالنسبه لذوي الاحتياجات الخاصه او الاشخاص المعاقين والمقاربه الطبيه طبعا. اليوم هو في الحقيقه احنا كنا محتاجين هذا النشاط هذا وجات الفرصه، واليوم احنا فرحانين بزاف بهذا اللقاء هذا، وتنشدوا على ايدي الناس اللي تيسيروا الجامعه الملكيه المغربيه لرياده الاشخاص المعاقين، وعلى راسهم السيد رئيس الجامعه الملكيه اللي تاحوا لنا في الحقيقه هذه الفرصه هذه اللي هي فرصه ماشي سهله لينا احنا ولجميع الجمعيات اللي تتشتغل مع ذوي الاحتياجات الخاصه. اليوم انا بدوري ترفع واحد النداء لهذه الجمعيات هذه، تنقول لهم باللي راه جات اليوم الفرصه اللي بغى ينخرط مع الجامعه الملكيه المغربيه لرياضه الاشخاص المعاقين ويمارس هذا الرياضه هذه اللي هي ولات ضروريه بالنسبه للاسوياء وضروريه مرتين بالنسبه للاشخاص اللي في وضعيه اعاقه. تنتمنى ان الجمعيات المنخرطه في الجامعة الملكية المغربية لرياضة الأشخاص المعاقين ترفع نفس النداء كذلك لجميع الجمعيات التي تشتغل في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة، وتعرف بأهمية الرياضة بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة، لأن اليوم الرياضة أصبحت جزء لا يتجزأ من الصحة ديالنا. لا بغينا نحافظوا على الصحه الجسديه ديالنا، فطبعا بلا رياضه ما يمكنش غادي يكون عندنا جسم سليم، لان العقل السليم في الجسم السليم. ننتهزوا الفرصه اليوم للحديث على الاكراهات اللي كيلقاوها الجمعيات اللي متخصصه في ذوي الاحتياجات بالمحمديه وخاصه في الشق الرياضي، اشنو الاكراهات اللي كيلقاو؟ طبعا كيف تتعرفوا الجمعيه الحسنيه للصم والبكم بالمحمديه هي راه مشات بعيد في مجال ديال الرياضه، لان عارفين باللي حصلت على بطوله وطنيه في سنه 2012 وحصل على كاس العرش في سنه 2012 وحازت على لاكوبارا اولمبيك في 31 مارس 2013. فهاد الانجازات هذه اللي دارت الجمعيه الحسنيه للصم والبكم ما جاش غير هكذاك، ولكن جاءت بناء على مجهود كبير اللي قمنا به. في الحقيقه كانت اكراهات، والاكراهات راه دائما كاينه. حنا كنا تلقاو اكراه غير في التنقل ديال الجمعيه داخل الوطن. الحمد لله ان حاولنا نتجاوزوا هذا المشكل هذا بفضل ديال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، لانها ساعدتنا وقبلت لنا المشروع ديال النقل المدرسي اللي حنا خدامين فيه دابا، وحنا قراب ان شاء الله نكملوه. حلينا بعد هذا الجانب هذا، وتنشكروا بزاف عماله المحمديه وفي قسم العمل الاجتماعي ديال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه اللي قدم لنا بزاف ديال المساعدات في الحقيقه باش حزنا على هاد باش خدينا هذا المشروع ديال النقل المدرسي اللي غادي نستعملوه حتى في النقل الرياضي داخل المملكه المغربيه. شكرا على الكلمه ديالك. شكرا. كركانه ديالي ديالي ما عبد الله شفنا بعض المهمين دوري كنتهم في هذا.